احنا معانا اتصالات هاتفيه معلش عشان بقالهم كتير على التليفون في الحقيقه. فمعانا استاذ مجدي من اسكندريه. صباح الورد يا استاذ مجدي. بنعتذر على التاخير. اتفضل. حضرتك انا بشتغل في قطاع الغزل والنسيج. اهلا وسهلا. دلوقتي الشركات عندنا في مصر كلها بتاعت الغزل قفلت وما عندناش قطن خالص، كله بنستوردوه. الغزل طبعا بيدخل من المينا بيدفع عليه 10% ضريبه مبيعات، بيوصل المصنع بيدفع برضو عليه 10%، بيوصل التاجر بيصنع ملابس بيدفع عليه 10%. فيا ريت حضرتك الكلام واللفه دي كلها بلاش منها ونخلوا الضريبه مثلا من المنبع، لان كله هيعدي على الجمارك اكيد من المنبع، وننهي المشكله دي. تمام. ده اقتراح حضرتك يعني؟ ده اقتراح. تمام. طيب اوكي. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا.